السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي لو أنا عايز أغير اللون اللي بيظهر فيه العنصر بتاعي، يعني لما تيجي تعمل كده تقول له شغل، هتلاقي الفلور وشفنا ازاي قسمناه وازاي ادينا الشكل دوت معمول باللون الأحمر. أنا مش عايز باللون الأحمر، فهحرك كده وأجي هنا عند الهايلايت أدوس عليه وأقول له غير لي اللون ده مثلا للون أصفر مثلا، أوكي، وأقول له اعمل حاجة تاني. فهو يبدأ يشتغل من هنا، هيبدأ يعمله باللون الأصفر زي ما تشوف.